من بين 12 طبق وطني في أوكرانيا، بتحتل شوربة البورشت مركز الصدارة في الاحتفالات الكبرى والتجمعات العائلية. وعلشان كده هنحضره. على النار بقى هنحط بنجر مبشور وكرفس وجزر وبطاطس وكرنب وفاصوليا وخل عنب أبيض وملح وفلفل وبهارات وورق لورا ومرقة لحمة، وبيتساب يستوي على نار هادية. ومن أهمية البورشت في الترحيب بالروابط الأسرية، بيتسمى اليوم الثالث في الزفاف زيارة زوجة الابن لتناول البورشت، وهو تقليد بتعترف به اليونسكو. ودي كانت حكاية طبق أوكرانيا من حكايات أطباق اليورو.